أهلا بكم. إذا النتائج الأولية لهذا الاستفتاء المصيري في اليونان تشير إلى تقدم رافضي خطة الإنقاذ المقترحة من الدائنين. وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة من أثينا موفدة العربية كارينا كامل. كارينا أهلا بك، ما هي تفاصيل هذه النتائج الأولية وكيف هي الأجواء؟ مساء الخير لين من ميدان سينتاغما هنا في العاصمة اليونانية أثينا، حيث تسود الميدان جو من الاحتفال كما ترين ورائي احتشاد المؤيدين للمعسكر الذي صوت بلا في هذا الاستفتاء، ضربة كبيرة للاتحاد الأوروبي. الشعب اليوناني تحدث وتحدث بصوت عالي اليوم يؤيد موقف الحكومة الرافض للاقتراحات والإصلاحات الأوروبية والتي عاش تحتها لمدة 5 سنوات والتي أدت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 25%. وبحسب بيانات وزارة الداخلية الأخيرة التي تشير إلى عدد 39% من الأصوات التي تم الإدلاء بها، هذه النتائج الجزئية تشير إلى تقدم معسكر لا بنسبة 61%، وأما معسكر النعم فيحظى ب 39% فقط من نتيجة الانتخابات. وهذه مفاجأة كبيرة طبعا، لأن كل استطلاعات الرأي الأخيرة كانت تشير إلى تقارب المعسكرين، ولكن اليوم نلاحظ تقدم كبير وملفت وملحوظ لحزب الله، 61% بالنسبة لبيانات وزارة الداخلية الرسمية. هذا رفض واضح جدا لخطة الإنقاذ الأوروبية. نعم كارينا، إذا لا خروج طبعا فوري لليونان من منطقة اليورو، ولكن ما هي تداعيات نتائج إذا فوز هذا الحزب أو معسكر التداعيات على المحادثات التي سنسمع عنها في الفترة المقبلة؟ ال24 ساعة القادمة سوف تكون حاسمة. سمعنا من متحدث رسمي باسم الحكومة الذي قال أن الحكومة ستعمل جاهدة وستبذل كل جهدها للتوصل إلى اتفاق بشكل سريع جدا، ربما حتى على مدار ال48 ساعة القادمة. على صعيد التكهنات بشأن طبع عملة جديدة هنا في اليونان، أحد الوزراء قال أن الحكومة لا تنوي طبع أي عملة جديدة، ولكنها سوف تعود إلى طاولة المحادثات مع الجانب الأوروبي، وأن المحادثات من الممكن أن تستأنف ابتداء من الليلة. وفعلا الليلة سوف يجتمع وزير المالية يانيس فاروفاكس مع كبار المسؤولين البنكيين أو المصرفيين هنا في اليونان، في ظل التقارير بأن البنك المركزي اليوناني سوف يطلب المزيد من السيولة الطارئة من المركزي الأوروبي يوم غد، وهناك اتصال هاتفي لأعضاء مجلس إدارة المركزي الأوروبي غدا الاثنين للبت في هذه المسألة واتخاذ قرار فيما إذا كان سيواصلون السيولة الطارئة التي يوفرونها للبنوك اليونانية أو يقومون برفعها. وسط تقارير لين بأن في حال عدم زيادة السيولة الطارئة للبنوك اليونانية من الشبه المستحيل أن تعود البنوك للعمل يوم الثلاثاء كما هو مقرر، لأن العملة قد نفذت من البنوك، لم تتبقى هناك أي أموال نقدية في البنوك اليونانية بحسب التقارير الأولية. ونذكر أيضا المشاهدين بأن أنجيلا ميركل سوف تتوجه إلى باريس يوم غدا الاثنين للالتقاء مع فرانسوا هولاند لمناقشة هذه المسألة. وعلى صعيد التحركات في بروكسل كانت هناك بعض التقارير بأن مجموعة اليورو قد تجتمع يوم غد، ولكن المتحدث الرسمي باسم مجموعة اليورو قال أن لا توجد أي خطط في الوقت الحالي لعقد اجتماع، ولكن طبعا لين هذا قد يتغير. نعم. في الساعات القادمة. نعم، إذا الضغوط ستكون كبيرة لا سيما على البنوك اليونانية. هل لك أن تعطينا المزيد من التفاصيل حول التوقعات باتجاه وهذه الأزمة الكبيرة التي تتجه إليها اليونان؟ المشكلة لين هي أن الحكومة اليونانية تقول منذ أيام عديدة وهي واثقة من أن النتيجة التي صدرت اليوم وهي بلا ربما تقوي موقفها أمام أو في طاولة المحادثات الأوروبية، ولكن السؤال هنا هل سيقبل الجانب الأوروبي الجلوس على الطاولة مع السيد سيبراس والسيد فاروفاكس على الرغم من تصاعد الوتيرة بين الجانبين على مدار الأسابيع والأشهر الماضية. نعرف طبعا بأن وولفغانغ شوبل وزير المالية الألماني، يعني هناك ربما نوع من التوتر الشديد بينه وبين وزير المالية اليوناني، وقد يرفض ربما العودة مرة أخرى إلى طاولة المحادثات معه، ولكن الجانب اليوناني يقول أن هذه النتيجة الصادرة اليوم سوف تعود بالفائدة على الشعب اليوناني، وأن الاقتصاد أو الاتحاد الأوروبي عفوا سيضطر لتقديم خطة أفضل بشروط أفضل للشعب اليوناني. نعم، إذا شكرا جزيلا لك كارينا كامل، طبعا نكون معك في المزيد مع المزيد في نشراتنا اللاحقة.
لا سيما غدا طبعا ومع صدور النتائج النهائية. نهاية هذا الموجز الاقتصادي، نعود إلى طالب وريما لمتابعة النشرة. تفضلوا. شكرا لين.